منذ أن صنفت أول كتاب لي وأنا في السادسة عشرة من عمري، كان حلمي الأكبر الذي يراودني هو أن أحصل على هذه الجائزة التي حصل عليها كبار العلماء، عمالقة الأدب والتاريخ والعلم. وتم الإعلان عن فوزي، كانت الفرحة عارمة. أردت أن أعود للقدس لكي أجلس مع أسرتي لأتلقى الخبر من هناك. أنا تلقيتها بالبكاء لأنني لم أصدق بصراحة. جائزة ملك فيصل كانت دائما للعظماء الذين شكلوا جزءا من ذاكرة الثقافية العلمية. اتصل بي زميل دكتور عبد العزيز السبيل، فشيء يعني لطيف للغاية طبعا، هذا خبر سعيد للغاية بالنسبة لي.